التجربة هذه كانت تجربة ثرية وممتازة لنا على جميع الأصعدة. بدينا في المرحلة الأولانية بالبحث وبعد ذلك تعدينا للمرافعات. التجربة هذه عاونتنا على اكتساب مهارات، على تعميق الفهم متاعنا للفصل 49 وللأهمية اللي يكتسيها، وخاصة نحن طلبة قانون اللي باش نكونوا نهار آخر في الممارسة للشيء هذية. نحب نشكروا أيدي على الفرصة هذه. كانت تجربة مزيانة على الآخر، تعلمنا فيها كيفاش نعمل ريشيرش، كيفاش نحضر مذكرات كتابية، كيفاش نعمل مرافعات. تحدينا فيها تحت ضغط صحيح، أما كانت الضغط الباهي اللي علمنا كيفاش نخرجوا طاقاتنا في اللحظات الأخيرة. تنظيم كان باهي زادا. Cette compétition علمتني برشا حاجات، la confiance bien sûr, l'art de l'éloquence et d'être toujours brillant et de toujours avoir l'esprit de gagner. Et cette compétition, sincèrement, c'est quelque chose d'original. وإن شاء الله تتعاود. حقيقة تجربة كانت ثرية جدا، خلتنا ننتقل من الجمود متاع النصوص إلى تطبيقها الأرض الواقع. لقينا الوقت والفرصة باش أن نطبقوا معارفنا والمكتسبات متاعنا في مجال الحقوق والحريات. إن شاء الله تكون تجربة ثرية لنا وثرية إن شاء الله للمتسابقين اللي بيشاركوا في الدورات الجاية. كانت تجربة حلوة برشا، علمتنا كيفاش نترافق قدام المحكمة ونتغلبوا على الستريس متاعنا. إن شاء الله تكون، إن شاء الله نكونوا مربحين، وإن شاء الله نكونوا على قد ثقة كليتنا فينا. كانت تجربة شيقة ياسر،
وأكيد باش نخرجوا منها معناتها بمنفعة كبيرة سور لو بلان بيرسونيل وبروفيسيونيل. بادرة طيبة من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات اللي ساعدت على انفتاح الكليات الأخرى وتدعيم منطق الزمالة، لأنه فما زملاء قبل حتى نقرأ خمس سنين ما نعرفهمش، خاصة وزاد الموضوع اللي تم التطرق إليه فصل عربي مسؤول اللي هو حجر الأساس في الدستور، موضوع متميز برشا وبالحق وقت اليوم وقيد باش نطرحوه. حاجة أخرى المحكمة الدستورية اللي هي محكمة افتراضية، نسأل الله أن تكون فيها خير وإن شاء الله تتركز المحكمة الدستورية باش تتصدى للخروقات اللي قاعدة تصير توا. وشكرا. فرحانة برشا اللي شاركت في المسابقة هذه وأنه تحت لي الفرصة ما بين جميع الطلبة اللي اختارني الأستاذ سي محمد علي الهيشمي وراهن عليا. بهجة المعالم عمارها وزينة المجالس زوارها، نتشرف اليوم في حضورنا في هذه المسابقة، كانت مناسبة طيبة للتعرف على الزملاء من كليات مختلفة من تراب الجمهورية التونسية، إضافة إلى خصوصية ونوعية المسابقة في تمكننا من فنيات المرافعة، في مزيد تعمق النظر والتمعن في أحكام الفصول وخاصة الفصل 49 منه. في الحقيقة تجربة فريدة من نوعها لي كطالب قانون على جميع المستويات، خاصة أنه نلنا شرف المرافعة قدام المحكمة الدستورية. بالطبيعة طال انتظار المحكمة الدستورية، ولكن مثل هذه المسابقات تعودنا بالترافع قدام الهيئة القضائية هذه، وتخلينا نتمنى ونطمح إلى التسريع في إرساء المحكمة هذه. أيضا تخلينا نكون عنا نظرة معمقة على المكتسبات الثورة من حقوق وحريات المكرسة في الدستور التونسي. نشكر أيديا على الفرصة هذه ونتمنى أنها تتعاود باش ينتفعوا بها أكبر عدد ممكن من طلبة القانون. كانت تجربة متميزة، إن شاء الله تتكرر أكثر من مرة وإن شاء الله تتوسع وتكون تنمي قدرة الطلبة وقدرة المجتمع المدني، قدرة السياسيين، قدرة المشرع التونسي على أنه يعتمد في جميع التشريعات على الفصل 49. إذن تشرفت اليوم بحضور آخر مرحلة من مراحل المحاكمة السورية اللي تنظمها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لأول مرة في تونس، بالتشارك مع كلية الحقوق بتونس، صفاقس، جندوبة، القيروان، سوسة. واليوم بطبيعة الحال تم تسليم هذه الجوائز للمرتبة الأولى، المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، ولأحسن مرافعة ولأحسن روح لمن لمسنا فيه أحسن روح رياضية في التنافس. التجربة كما قلت لكم إن شاء الله تتكرر وإن شاء الله تتوسع هذه التجربة. احنا نقول لمن فاز هنيئا له، ونقول لمن لم يسعف الحظ إن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله. هذه أول مرة تصير محاكمة سورية في مجال القانون السوري بين كليات ومعاهد الحقوق في تونس. أعتقد بأنه بادرة خرق العادة، باعتبار أنه أول مرة نحاولوا نشوفوا كيفاش أنه الدستور والفصول المتعلقة بالحقوق والحريات تجب تكون إذن موضوع ومحاكمة سورية، واللي آخر ربما تولي محاكمة أخرى. هذه الكل معناها ينجم يدفع كان الطلبة متاعنا باش يشوفوا تطبيقيا كيف يمكن اللي يتعلموه في الكليات ينجم يكونوا إذن معناها واقعيا كيف يمكن القيام به في منافسة ربما نهار آخر تولي منافسة حقيقية حول فصول قانونية وحول الدفاع على قيم وأحكام الدستور. ظروف المسابقة هذولي كانت ممتازة، أعتقد أنه لجنة التحكيم أيضا خذت بعين الاعتبار المختلف الخصال متاع كل الطلبة وكل الفرق، ونظن أنه النتيجة كانت عادلة ومعقولة، واللي هي ماهيش أهم حاجة. طبعا أهم شيء هو أنه الطلبة اكتشفوا أنفسهم، اكتشفوا حاجات في رواحهم اللي ممكن ما كانوش يتوقعوا، اللي عندهم كل هذه القدرة في هذه المرحلة اللي هم مازالوا طلبة على أنهم يخدموا على ملف ويترافعوا كأنهم أمام محكمة حقيقية. كانت للطلبة فرصة ذهبية للتعامل مع جملة من المبادئ الدستورية، وخاصة منها ما يتعلق بقاعدة الفصل 49 من الدستور. كانت هذه الفرصة أيضا ذهبية في إبراز روح التنافس بين جامعات وكليات الحقوق ومعاهد الحقوق على كامل تراب الجمهورية. On est très content de soutenir le travail que fait IDEA. C'est un soutien
à la transition démocratique aussi, surtout dans le système juridique que la Tunisie a fait depuis la Révolution et est toujours en train de faire depuis la Révolution. La Tunisie est le premier pays arabe qui a introduit ce principe de la proportionnalité dans sa constitution. Et évidemment, ces principes ne s'installent pas d'un jour à l'autre. Il faut qu'ils soient vécus. Il faut les appliquer. Donc c'est important de le mettre en pratique, que les étudiants les étudient, les expérimentent. C'est un principe fondamental de toute démocratie parce que ça change le rapport entre l'État qui n'est pas omnipotent et les citoyens. Les citoyens ont les possibilités de se défendre aussi envers les mesures prises par l'État qui doivent être proportionnés, qui doivent être en mesure. Donc il y a dans ce principe constitutionnel de la proportionnalité une limitation aussi à l'état de droit, mais à toute action légale dans la mesure. Et c'est un principe fondamental de toute démocratie et ça fait partie de notre conviction que la démocratie, ce n'est pas un état statique, mais c'est un acquis qu'il faut défendre tout le jour.